في ضيافات ابو عبد الله الشيخ عبد العزيز التويجري. انا اللي بضيفك. الله يسعدك. الله سعدتوني وانتم يا المرواني تراك لكم مع كل جهه انتم داخلين. الله يسعدك. الله يسعدك. ما قصرت. الله يكرمك. هذه ابو فهد الحديقه القرانيه. جميع نبات ذكر في القران. الله الله. اصغره الثوم والبصل والعدس، واكبره النخل والاثل وبعض ال وسميته الحديقة القرآنية. الرمان، التين، العنب. كم نوع؟ 64 نبات ذكرت في القرآن. الله الله، هذه فكرتها رائعة. وش اللي تقطفه يا ابو عبد الله؟ هذا حبيب قلبي باور طاقة، أغلى وردة في العالم، وردة المورينجا. أوه، شهير المورينجا. هي يقول لك الإنسان إذا أكل 5 جرامات يوميا لا يحتاج إلى الطب البديل. اسمها الكيمكوا. كيمكوا. كيمكوا. حلو. وهي البرتقال الملكي. هي أغنى فاكهة فيتامين سي، هي بنكهة البرتقال. هذه الشجرة اسمها الليمكوا بنكهة الليمون. يا سلام، تأكل هي وقشرها كأنك تأكل كبسولة فيتامين سي. حلو. أنا أعطاني الكبسولة والآن بجربها. هذه مزرعة عالمية، كل ما ذكر لي في العالم جبته، من العراق، من إيران، نخيل من المغرب، من تونس. وش الهدف طيب من جمعها؟ أشوف المملكة العربية السعودية إيش الأنواع اللي تجود، لأنه اكتشفنا ولله الحمد أنواع كثيرة نجيبها من خارج تطلع أحسن من بلدها الأصل. فأبي نشوف إيش الأنواع اللي نقدر نكثرها جديد واستخلاص أصناف جديدة تستحق المكاثرة أو لا. مزرعة كاملة طال عمرك مدنية. مزرعة مدنية؟ نعم، كل أصناف المدينة المنورة. البرني، برني العيز. حلو. الصفاوي. العجوة. العجوة. العنبرة، رثانة المدينة، وهذا شوف الصفاوي ما شاء الله، وكل الأصناف التي تجود في المدينة المنورة زرعناها هنا. هذا الجيل الخامس عندنا، ترى دي المزرعة الخامسة عندنا المدنية. عندنا ما شاء الله تبارك الله. الثالثة والثانية. طيب أبو عبد الله إيش خليتوا لنا يعني حتى إحنا نمثلكم. الله يسعدك. هذه نخلة شتوية من ضمن مجموعة نخيل عندنا تنتج في الشتاء. يعطيني رسالة يوميا على الجوال كم نسبة الرطوبة في التربة، فنشغل ما نشغل. العام الماضي يعني يقول لك النخلة ذي عطشان ولا ما عطشان؟ يعطيك تصيدة وصلت إلى 20% نشغل. يا سلام. العام الماضي وفر لنا 51,000 ريال في سعر الطاقة، وهو قيمته 600 ريال، والآن للسنة الرابعة على التوالي، يعني صار مصروف السنوي أقل من 100 ريال. يا أبو فهد، هذه شجرة عملاقة جدا تنتج 1000 كيلو في العام. ما شاء الله تبارك. من الطب البديل، لذيذة مأكلا، وهي من الطب البديل. اسمها البمبر. أبشي على البمبر، اللي يقول خذ الشيخ أبشي على البمبر وأبشي على التينة. هذه البمبرة شجرة عملاقة تنتج 1000 كيلو في العام. الآن في الغابة الاستوائية كل النباتات، 700 شجرة استوائية. شوف البابايا، شوف الموز، شوف القشطة، شوف الأفوكاتو، أنواع الموز الجيزاني والمغربي والإندونيسي، الشيكو والمانجا، وكل نبات استوائي في بطول 400 متر موفر لها جو استوائي، الرطوبة عالية وشياك. في غابة من التين، هذا التين البني. أبو عبد الله شفرق هنا بني وهنا تين أصفر؟ أنواع هنا في 25 صنف من التين الغدان المغربي. الأفضل صنفين في المملكة العربية السعودية هو البراون والأسباني. الأسباني هذا ينتج 150 كيلو الشجرة الواحدة. ما شاء الله تبارك الله، مبروك جدا، وينتج 8 شهور في العام. الشجرة الواحدة تنتج 150 كيلو 8 شهور في العام، يعني تقطف على مهل. حلو. اليوم تقطف شوي، أوريك حاجة طبعا عمرك مفيدة من الطب البديل، وأنصح بزراعتها لأنها سهلة الزراعة. الكركم. كركم. ما شاء الله. شوف الجمال. يا سلام. هذا من أفود النباتات وسهل التكاثر. هذه أبو فهد شجرة الكثافة، وهي من الطب البديل، شجرة تطبخ زي الملوخية وتزيد الهلام حق الركبة لكبار السن أو اللي عندهم غضاريف أو عندهم شيء، فهي من الطب البديل. منظمة الأغذية الدولية تقولها تنصح بزراعتها ومكاثراتها، تقول هي غذاء ودواء. الكثافة. كثافة إندونيسية. ولا شجرة زي الثانية هنا، كل شجرة نوع. 54 شجرة تمثل المزرعة، كل شجرة فيه بالمزرعة منها مئات.